الشركة باش نريكلامي حتى مني عساس عند الباب. قال لي واش دير؟ سبحان الله الشركة واش يديروا فيها الناس؟ اسمع عاد واش تحب؟ البومبا تاع الماء روح ربي يسهل عليك روح. الناس خدامة وانت تجي تتعطلهم على الخدمة. اروح نهار الاثنين واش ندخلك؟ اروح بالخميس بالجمعة اروح في العيد في العاشوراء. واش نقول لك بس قلقنيش ما عندي هذاك اللي يدوب سير. فارفوري قال لي كيما الناس حصلوا هنا. والله شوف والله بنطيح لك هنا غنحصل فيك. روح للسبيطار دوك انت جاي دوك انت جاي تدخل الشركة عباك في الشركة كان دو بوست وعني. عندك البي دي جي في السطاح والبواب عند الباب والله ندير لك ساندويتش. واش نقول لك انا سايب اول؟ قال له روح للسبيطار. كي نحب نروح للسبيطار نعرف تحكي لي على السبيطارات. داك كانوا يشحطوا في التلفزيون. هذه بيناتنا ما تسجلوهاش من الابش تاع الامام هنا برك شكون والله جد هنا كاع ما تضحكش حيت تعلمهاش بينا. هذاك هذه تاع السبيطارات كي يكونوا ديفا في الدار تشوفوا الاخبار هذاك بعد يقول لك تما تشي المستشفى تحيه اوبيراسيونال لا مورغ معمره لي رونديفو بست شهور لي ميدسان مقرفين لا بوليس عند الباب تسنوا فيه واخر يقول مراسل خلاص تحيه سي لو سيم بي يمرونا حاجه تشبه اوبيراسيونال وطاير في السبيطار كنورنا وزير راح يشوف المرضى يكون يمشي عباك مع الغاشي هكا كاين واحد يتسخبوا فيه وتشوف هنا انا نحكي لكم بالديتا بعد انتم ما تروحوا للدار قبل المغرب ديروا لها المونتاج تشوفوها حاله الله هو يكون يمشي عنده واحد يتسخبوا فيه وتشوف هنا اول الوزير كيف يكون يمشي هنايا بعد السي زعما مريض وما كاينش واحد عنده طاره اروح اروح روح تخدم معايا اروح ولا العظيم ايه اروح راك صايم ياك خلص بلاصتك اش زكي دراهمك اروح اقعد تما وانا طالع زعما انت جورناليست زعما انا وزير زعما انت جورناليست غير يخمس غير يخمس هكا شوف القريب باش يبروه الفاش يخدم ليماج تاعو وهذاك المريض قول مقريينو غير يخمس معاه ربي يطول في عمركم ربي يصلحكم ولا يعطيكم ما تمنى وربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تمنى وربي يخليكم ما تحيا يا جاير هيا سي بون زعما صوروه بعد يزيد شي شويه ما تديش سمع منا ما الوزير تلقى خو ناشر يزيد يمشي منا يتلاقى مع عجوزه لو ميم ديسكور برك اوتور مونتي شويه مبحبحه عطيتهم في عمركم ما يجيكم ما تمنى وربي يصلحكم ما يجيكم ما تمنى وربي يصلحكم يا 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 والله العظيم ومن بعد نعاود لكم منا نعاود لكم منا بعد نحكي لكم هذاك السيد كان هنا يكون شي يقول له سيد الوزير باش يكون في علمك بان هذه المستشفى كلف الدوله اموال فضائيه ولهذا احنا يعني استفدنا الاطباء تاعنا يعيدوا الاعمال الجراحيه هنا للمواطنين بلا ما ينتقلوا لفرنسا وخرج بلي بالعمله الصعبه رانا في سياسه التقشف ما نجيبوش الكيوي ما نجيبو الطوموبيلات تقشف الطوموبيل تتكل يخلص من على واحد الصفر صبيات اللي ديرهم سباتو يبدا يكسبليكي له وبعد الوزير سيف يطلع على واحد هكا فهمتي من الديوان هذاك السيد اللي كان مع الوزير عاود يجيب له هذاك التقريب فاقلك والله العظيم نازع نازع مليح اخويا انا خصصكم اسيدي او نازع كمين يا ابن الحنانه شنو عندك ستار قديم عندك غير يمك ما عايش يا بابا رجلة يا بابا غير يمك كبير الله ايش الله غير قال لي قال لي شي وشتو بابا في السبيطار اللي فات جابوها هذا الراجل سي دي فيغور خدامين كان انت قلت مزيان عرفت واحد رحت للوزير هذا كان عنده مرض فيها كومبليكي ما باش نبدلو الطبيب لا بدلنا له السبيطار هذا ما كان هاي هاكا الحاجة في الصحة وكل شيء العسل الزغرة تاعك عيان هاكا هاي حدا غير يروحوا يخبيو الكوفيقات يخبيو النوار ماشي محل من الجواق نروحو جدو في الخبارات عقلك تبقى مشوكي يهضروا كيما حنا ياك تشوفوا غير الخبارات يهضروا عربية وما نفهموهمش هاكا هاكا ساعة ساعة ومن بعد نشوف دار نجيب لي ربي غير انا دار كاع هاكا شنو عندنا إعاقة ذهنية وتم الهم بمطار هوينا وتم الرحيل ولا بيش بطول تم مفرزة
ما تمركز ولا حاجه. اما الاساس محتاج هذا هذا في تربص مليحه من سيدي موسى بن ندري تربص مروك سيدي موسى شوف ربي مين هنا هنا برا فائت قد حاصل مين كي زعما تاع لي بومبي زعما تما تمشي مركز الحمايه المدنيه من لي بومبي يوروا الناس خدامين المارش عليه طفوا داروا المار وحتى كي يهضر على كل حال حنا تشلنا هذا المركز الجديد والمواطن يعني ذاك ما كاين نار ولا باش تقلقش يعني عيط لنا وسنا بعقلو وطفوا هذه كيما تشوف هذه الحادثه نورمال بيناتنا كيما زي السحار في السبيطار كاش ناشط انتوما المرضى في الجزائر ما كاينين المرض بالحنان خدامين المرضى تاع الصحة يحبوه بون وين كنت هذه زيادة هذه شغل تاع رمضان وكذا مانيس وين كنت